بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نسجد ولكننا لم نسجد بعد، نسجد بأجسادنا بجوارحنا ولكن لم نسجد بقلوبنا. هل شعرنا بلذة السجود؟ هل عرفنا قيمة السجود؟ من منا يستشعر وهو ساجد بين يدي الله أن الله سبحانه وتعالى يحبه على هذا الحال، ويحب أن يراه وهو ساجد بين يديه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم: ما من حالة يكون العبد عليها أحب إلى الله من أن يراه ساجدا يعفر وجهه في التراب. السجود يجعلك قريب من الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أنت حينما تسجد لله أنت تتقرب من الله. فليدع ناديه سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. كل سجدة تسجدها لله تقربك من الله. تشتكي من الهموم، تشتكي من الضيق والنكد، العلاج في السجود. فمحمد صلى الله عليه وسلم كان يشتكي شيئا من الضيق، من الأذى الذي يجده من أعداء الإسلام، فأرشده الله إلى العلاج، وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا سجدت لله فهذه الجوارح التي جعلتها بين يدي الله في هذه الحياة الدنيا يحرمها الله عز وجل على النار يوم الوقوف بين يدي الله. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم الله على النار أن تأكل آثار السجود. أنت حينما تسجد بين يدي الله فالله سبحانه وتعالى يراك، وأنت ساجد تعفر وجهك في التراب، فقد قال الله عز وجل: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. اسمع آيات الله واستمتع بها واسجد وابكي وفرغ همومك بين يدي الله. قال تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قال أحد السلف في هذه الآية: هذا السجود فأين البكاء؟ عليك بكثرة السجود، وإنك لا تسجد لله سجدة إلا ورفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال ربيعة رضي الله عنه لمحمد صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، فبكثرة السجود تكون رفيق محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. أجمل وقت وأفضل وقت للتلذذ بالسجود بين يدي الله عز وجل يوما تخلو بالله في ظلام الليل، لا يراك إلا الله، ولا يعرف حالك إلا الله، ولا يسمع مناجاتك وكلامك إلا الله. قال سبحانه وتعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال.